كان يوجد رجل يمني مع أسرته يعيش في منطقة يوجد بها رجل سعودي وأسرته. وكان لدى الرجل اليمني ولد اسمه خالد، صديقا لجاره السعودي الذي اسم ابنه عبد الرحمن. وكانت صداقة بين خالد وعبد الرحمن صداقة لا مثيل لها، أصبحت صداقة خالصة ومحبة من الله، محبة الجار ومحبة الصديق اجتمعت فيهم واستمرت الحياة. فساءت أحوال أسرة خالد، العمل انعدم مع أبو خالد، والرزق انحصر معه، فقرر أن يذهب إلى منطقة بعيدة وإلى منطقة غيرها لكسب الرزق. فقام وودع جاره السعودي وودع خالد عبد الرحمن، والدموع تنزل من أعينهم. وقام أبو خالد وسافر إلى منطقة واستقر بها، وكان يقوم خالد بالتبادل بالرسائل مع عبد الرحمن. كان يشوف ناس مسافرة ديرة عبد الرحمن يقوم بعمل رسالة الشوق للجار والصديق وخالد. وعبد الرحمن عندما يشوف ناس مسافرة إلى ديرة خالد يقوم بعمل رسالة الشوق لصديقه وجاره. وبدأ أبو خالد في عمل بيع الإبل، بيع وشراء الإبل في سوق الإبل. فتحسنت حالته حتى أصبح من أثرى الناس في المنطقة وأصبح ثري. أصبح أبو خالد رجل ثري وتاجر بعد مرور سنوات. فقرر عبد الرحمن أن يقوم بزيارة صديقه خالد، ما يعلم إن قده ثري ولا إن والده ثري، انقطعه فترة كذا. وصل إلى قرية التي يعيش فيها خالد مع والده، سأل أين منزل فلان ابن فلان الذي هو أبو خالد. قالوا هذا الرجل يعني بيت كبير منزل. فاندهش ودخل إلى البيت فوجد خالد فاستقبله وسلم عليه وقام باستقبال لائق بمكانة عبد الرحمن عند خالد. واستقبله والد خالد وقاموا بضيافته وحسن ضيافته واستقباله والد لمدة أسبوع. وعندما قرر خالد أن يعود إلى بيته، كان يرى خالد أن يقوم بإعطاء الناس فلوس نجل يجي يمدحه ويعطي أي شيء كلام فاضي، خالد يقوم يعطيه مبلغ. فتحسس عبد الرحمن وقام إلى عند خالد وقال يا خالد أنت صديقي وجاري، وإذا أنا ما جيت أطلب منك فلوس ولا شيء أنا جيت زيارة، ولكن تصرفك هذا أنك تنفق فلوسك في هذا الطريقة ما هو شيء تمام ولا هو يوافق يعني الناس الأكفاء، سوف يضحك عليك الناس ويحسبوك محل استهزاء وسخرية وحصول على المال فقط. فحسبها خالد في نفسه وقال له لا تشيل هم يعني الفلوس كثير. فقرر خالد أن يرجع إلى بيته، فقام عبد الرحمن أن يرجع إلى بيته، فقام خالد وأعطاه مبلغ كبير. قال خالد عبد الرحمن قال هذا الفلوس المبلغ هذا هدية مني أنت صديقي القديم وجاري، وأمورنا الآن تمام الحمد لله، صار عندنا فلوس وصرنا تجار كبار في بيع وشراء الإبل، ولا هذا المبلغ حسن وضعك فيه، اعمل لك تجارة، اعمل اللي تريد. أخذ عبد الرحمن قال له شكرا جزاك الله خير، حط الفلوس في جيبه وعاد إلى قريته. وبعد مرور فترة عبد الرحمن بدأ يستثمر فلوسه هنا ويستثمر هنا ويستثمر هنا، حتى أصبح عنده فلوس وأصبح لديه شركات. سبحان الله بعد مرور عدة سنوات أصبح لديه رأس مال كبير عبد الرحمن من الفلوس التي جابها لخالد. واستمرت المراسلة بينهم والهدايا والشيء هذا الشيء،
قرر أبو خالد، حس أبو خالد قال أنا قد، أنا رجل كبير لازم أفرح فيك يا ولدي ونريد نزوجك. قال خالد تمام، قال هذه بنت جارنا، بنت جميلة جدا، ولكن الشيء كانت صغيرة في العمر، يعني بينهم فرق، ولكن كان عليها جمال وإخلاق ودين ليس موجود مع أحد. فذهبوا إلى والد البنت وخطبوها، ولكن قال والد البنت بنتي ما زالت صغيرة، ينتظر ابنك سنة أو سنتين. قال الرجل عادي بننتظر. مرت الأيام حتى اقترب موعد الزواج خالد، فقام بدعوة صديقه عبد الرحمن، أرسل وقام بدعوته لحضور الزواج. وعندما قرر عبد الرحمن أن يأتي لحضور زواج خالد وأخوه في الطريق، كانت الصدمة، توفى والد خالد وفاة مفاجئة، حصلت له جلطة دماغية أو سكتة قلبية وتوفى. فحزن خالد حزنا شديد، وعندما وصل عبد الرحمن لم يجد من احتفالات العرس أي شيء، والناس حزينة. فدخل على خالد فوجده يبكي، فأسرع إليه وقال كيف يعني عريس تبكي؟ قال له ما عاد وش عرس، توفى والدي. فحزن عبد الرحمن وقرر أن يوقف ويجلس مع خالد في هذه الأيام الصعبة، فقرر أن يجلس شهر يمكن أو، وواساه وكلمه قال له الدنيا حق الله، كل الناس لا يموتوا، يعني واساه وقعد معه ووقف بجانبه. وعند ما مر يوم وكان عبد الرحمن في ديرة خالد، ذهب إلى الجامع فوجد امرأة جميلة جدا جدا أعجب بها عبد الرحمن، ودخلت في عقله وأصبح من ذهل. فعاد إلى خالد بعد مرور يمكن شهر، قال خلاص أنا قررت أرجع إلى منطقتي يا خالد، والله يرحم أبوك اللي مات، وإن شاء الله العرس ننتظر لما يزيل الحزن إن شاء الله وتهدأ الأمور ونزوجك، ولكن عندي طلب يا خالد. قال خالد سم، قال أنا مشيت أمس من رايح الجامع وحصلت بنت جميلة وأعجبتني، وأريد أنا أخطبها وأتزوجها، يعني أعمل خطبة وبعدين الزواج في وقت لاحق. قال لا خالد أبشر، أيني البيت هذا اللي رأيت البنت فيه؟ قال هذاك البيت. ومن سوء الحظ البنت التي رآها عبد الرحمن وأعجب بها هي التي كان خاطبها خالد، ولكن من معزة خالد لعبد الرحمن ومكانته في قلبه لم يظهر على عبد الرحمن إنها البنت هي خطيبته، وقال ابشر، وذهب إلى والدها وقال يا عم أنا خطبت بنتك وكنت ناوي أتزوج في أقرب وقت، ولكن حلت المصيبة وتوفى والدي الله يرحمه، كل الناس الموت، وأنا قررت أن أؤجل العرس إلى فترة غير معلومة، يمكن تطول أو تقصر، وبنتك إذا جاء لها نصيب زوجها. بس أنا جاء صديقي تاجر عنده شركات ورجل طيب في وجهي هذا الرجال، وأراد أن يخطب بنتك، أنا ما يعني ما عاد ليش نزوج لها، زوجها هذا. وافق والد البنت، كلم البنت وافقت، خاطب لصديقه عبد الرحمن، ورجع عبد الرحمن إلى قريته وإلى منطقته، وبعد فترة تزوج عبد الرحمن بهذه المرأة التي كانت خطيبة خالد. شاهد على أين الوفاء والصداقة الحقيقية. ومرت الأيام فتدهور حال خالد بعد ما توفى والده، أصبح ما عاد عرف يدير التجارة، والناس الذي كان يعطيهم فلوس أصبحت تتهرب منه وما عاد. فتدهور حال خالد حتى أصبح في أسوأ حالاته، فقرر قال أنا أعطيت صديقي عبد الرحمن فلوس وأصبح تاجر
وبيننا صداقة قديمة، وسوف أذهب إلى عند يعني يعطيني فلوس وأعود تجارتي، ولا أعمل لي أي مشروع ولا أي شيء. ذهب زيارة إلى عبد الرحمن وصل سلم عليه، استقبل عبد الرحمن استقبال كبير، فجلس خالد، ولكن عبد الرحمن لاحظ تغير شكل خالد وملابسه وأشياء إنها تدهورت، فحزن عبد الرحمن. وجلس خالد وقال فلوسي ضاعت وتجارتي خربت وأصبحت لا شيء، وأنا طالبك يا عبد الرحمن أن تعطيني مبلغ أعيد تجارتي وأعيد عملي وأبني نفسي من جديد، وأبشر بقى أعطيك. قال له عبد الرحمن شفت يا خالد، أنا كلمتك أنك تعطي الناس فلوس بغير الوجه حق للناس المدلسة والكذابة، وإنهم معي يوقفوا معك في أي موقف، وأنت خربت أمورك وصرفت فلوسك، ما أقدر أعطيك. فحس خالد إن الأرض ابتلعته، قال ليت الأرض تبتلعني، ليت السماء تنزل على الأرض، أموت الآن يعني، ما عاد أريد عيشة. صديقي وجاري القديم وصديقي الذي قدمت معه كل شيء وفضلته على نفسي وأعطيتها الأمرأة التي كنت أريد أن أتزوجها يرد لي بهذا الكلام. غضب خالد غضب شديد وقام وخرج في منتصف الليل، قال ما عاد أقعد عندك، مع السلامة. خرج، وفي خارج القرية بيت مهجور، وصل هنا قال خالد وين بروح، المسافة كبيرة، أنوم هنا للصباح وصابح أرجع بلادي منطقتي. ولكن كان قلبه يتفطر دم، وكان في حالة لا يحسد عليها في البيت المهجور. وقبل أن ينام سمع صوت رجال يتكلمون، فقال وش يجيب الناس لهنا آخر الليل. سمع اثنين دخلوا متلثمين معهم صندوق مجوهرات، وصلوا عنده قال واحد نقتله، قال الثاني لا ليش نقتله، الرجال ما له علم بشيء ولا، قال بقى يفضحنا، قال لا خلنا نكلمه أول، وإن ما قال تم قتلنا. قالوا لخالد احنا لصوص تقطعنا القافلة، كان مسافرة وأخذنا كل أموالهم كل مجوهراتهم، والآن نجيبها لهنا، أنت تقوم أنت تحفظ هذا المال، نعطي نمكنك الصندوق وأنت تنتبه عليه لما نجيب البقية الصناديق، إن كلمت ولا إن هربت يعني بنقتلك. قال خالد تمام، أخذ الصندوق اللي يحتفظ بلا ما يجيبوا الصناديق البقية، وهم راحوا قالوا اقعد هنا احنا بنروح نجيب الصناديق وبنجي نعطيك جزء منهن. مشوا وتأخروا، جاء ساعة ما جوش، خالد فكر قال يمكن قبضوا عليهم قتلوهم، وساعة يفكر يقول الآن هم راقبين لي، أول ما أخذ الصندوق ولا دور هرب يقتلوني. جلس في حيرة حتى طلع الصباح، أول ما طلع الصباح والرجال ما عادوا والصندوق معه، فكر من هذا، أخذ الصندوق ورجع إلى بيته. لما فتح الصندوق وجد فيه أموال ومجوهرات لم تخطر على باله، قال والله سبحان الرزاق، لو عطاني صديقي عبد الرحمن ما عطاني ربع هذا الذي حصلت من اللصوص. فقام وأخذها وبنى نفسه من جديد، وعاد تجارة والده وعاد سمعته في السوق، وأصبح رجل بمعنى الكلمة، رجل يعني منتبه على ماله والكرم وكل شيء فيه، بس ما عاد أهدر ماله في أماكن غير صحيحة. وعاد تجارته، ولكن ظل في قلبه حزن، وظل في قلبه شيء نقطة سوداء، قال لازم أنتقم من صديقي عبد الرحمن ووريه أنه ما وقف معي، وأنه يعني باعني، وأنه إنسان يعني كل الصفات السيئة فيه. قال سوف أعمل وليمة وأدعي الناس كلهم، وأقوم أتكلم فيه أمام الرجال إني أنا دعمته وإني أنا اللي أعطيته حق المشروع، إني اللي عملت
وانه انسان ما يقدر الجميل ولا يرد الجميل. في الصباح الا وقد دخلت على خالد امراه عجوز وابنتها جميله جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال كلمونا اصحاب القريه انك تريد خادمات في بيتك، واحنا من اسره مشرده، اهلنا توفوا ما بقينا الا احنا نريد ان نخدمك باكلنا وشربنا فقط، ما نريد اجره. فاعجب بالبنت اعجاب شديد. قال تمام. طيب، دخلت المراه العجوز مع ابنتها في بيته وظلوا يخدموه. وبعد مرور ايام قرر ان يعمل الوليمه من اجل ان ينتقم من صديقه عبد الرحمن. عمل وليمه ودعا عبد الرحمن صديقه، فأتى عبد الرحمن. ولما عملوا الوليمة يعني هذا أكلوا الوليمة الوجبة، وبعد أن يتموا الأكل قام خالد وقال يا رجال تعرفوا هذا عبد الرحمن؟ قالوا ماشي. قال هذا صديقي، كان رجل فقير، كنت أنا وصديقين من الطفولة، وذهب والدي، وكان يعني رجل جاء عندي زيارة وكان فقير ما عنده عمل ولا شيء، وأعطيته مبلغ كبير وسار ورجع إلى منطقته وعمل محلات تجارية حتى أصبح لديه شركة، وأتى إلى حفل زفافي ولكن قد توفى والدي، فرأى الامرأة التي كنت خاطبها فأعجب بها، ومن معزة عبد الرحمن قمت بفسخ الخطوبة وخطبتها له وتزوجها. وقبل أن يكمل إنه يعني ما رد الجميل وإنه ناكر الجميل، وإنه قام عبد الرحمن وقال يا خالد أتعرف المنزل المهجور الذي ذهبت إليه عندما أتيت إلى زيارتي؟ قال عبد الرحمن، قال خالد نعم. قال أنا من أرسل الرجال إليك بالصندوق. سكت عبد الرحمن. قال أرأيت الامرأة العجوز مع ابنتها التي أتوك أن يخدموا في بيتك؟ قال نعم. قال إنها يا أمي وأختي، فإن أردت أن تزوج أختي فلا مانع. فتبين خالد إن عبد الرحمن رجل بمعنى الكلمة، وإنه قام برد الجميل ولكن بطريقة ذكية من أجل أن يحرص خالد على فلوسه وعلى أمواله وعلى مشروعه وأن يصرفها وين. فقرر عبد الرحمن أن يعمل هذا الخطة، فنجحت وأصبحت الصداقة الأمثل في كل الدول العربية هي صداقتهم. الوفاء والرجولة والصداقة هي في هذا الرجل السعودي والرجل اليمني.